مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. الموازنة مشرعة على بحث نيابي بنية تسريع الإقرار مع عودة الرئيس بري من الخارج، والأمن في صدارة المتابعات بعد التفجير الإرهابي الذي هز طرابلس، فيما لفت دعوة الرئيس عون إلى عدم التبسيط وعدم التهويل بهذا الخصوص. ومع العودة المرتقبة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت، تنطلق اتصالات لتبريد المواقف، وكتلة المستقبل النيابية قررت عقد اجتماعها في شكل استثنائي في طرابلس غدا. وزيرة الداخلية ريا الحسن من جهتها في العيد 158 لقوى الأمن الداخلي أكدت التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، مشددة أنها لا تتنافس معها إلا على خدمة الوطن. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم انتقل إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا، ووفق معلومات خاصة لتلفزيون لبنان من المتوقع عودة اللواء إبراهيم مصطحبا زكا معه لبيروت يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء، وسوف يرافق إطلاق سراحه إجراءات خاصة في بيروت. وأوضحت مصادر معنية أن متابعة لبنانية لمساعي إطلاق زكا تمت بمعزل عن قرار العفو الخاص الذي صدر في إيران اليوم عن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. فوز بالتزكية في نقابة الأطباء أنهى يوما انتخابيا بدأ حماسيا في بيروت وطرابلس. نوال سلمان والتفاصيل. على وقع الانقسامات وتراشق الاتهامات بالفساد المالي والإداري، خاضت نقابة الأطباء انتخاباتها لانتخاب 8 أعضاء ونقيب، وانتهى اليوم الانتخابي بفوز لائحة النقابة تجمعنا بأعضائها كاملة، وهي مدعومة من التيار الوطني الحر، القوات، حزب الله والكتائب. كما فاز بمنصب النقيب بالتزكية الدكتور شرف أبو شرف النقيب السابق للأطباء. في هذه الانتخابات تنافست لائحتان مدعومتان من أحزاب السلطة، اللائحة الرابحة النقابة تجمعنا ولائحة وفاق سلام وإنجاز المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل ولائحة للمستقلين. ويبقى السؤال، هل سيترجم فعلا اسم اللائحة الرابحة النقابة تجمعنا ويجمع المجلس الجديد المنقسمين؟ أما في انتخابات نقابة الأطباء في طرابلس فقد فاز الدكتور سليم أبي صالح بمنصب النقيب وأيضا بالتزكية، بحيث فازت لائحة القرار المستقل المدعومة من المستقلين والعزم وطيار المردة، في مقابل خسارة لائحة الأحزاب المدعومة من المستقبل، الجماعة الإسلامية والقوات. ولكن تمكن الدكتور ناصر الأسعد عن المستقبل من الخرق والفوز بعضوية النقابة. مبادرة تستحق تعميم شراكة أهلية رسمية للشاطئ النظيف انطلقت من سور وصيدا وشملت البترونة وعكار وطرابلس وتستكمل في مناطق عدة. جلى وزير البيئة فادي جريصاتي على الشاطئ اللبناني مشاركا في عمليات التنظيف، وأكد على ضرورة إنقاذ المياه اللبنانية من البلاستيك وشجع على فرز النفايات من المصدر. البداية كانت من صور بحضور الوزيرة عناية عز الدين وحشد من قيادة اليونيفيل. أنا لألي هذا عرس وطني، بعتبر أنه يكون في حدث هالقد كبير عم بينعمل من أقصى جنوب لأقصى شمال، بعتقد هيدا لها رمزية كثير وطنية، لأنه كل ما بننزل كلنا سوا كلبنانية بنقول كلمة واحدة سوا، هيدي المعاني تبعيتها بعتقد كثير 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 كبيرة. طبعا الأزمة البيئية هي أزمة وطنية لها تأثيرها على المستويات عديدة، الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياحية، ومش من شيء قليل نحن مجتمعين اليوم معالجة هالمشكلة البيئية الخطرة يلي بتأثر هالقد علينا، هي معالجة لازم تكون مجتمعية من كل المستويات. جريصاتي تفقد أيضا شاطئ صيدا والهوليدي بيتش في نهر الكلب، ووصل إلى جبيل والبترون وشاطئ طرابلس ومن ثم العبد، إضافة إلى شاطئ عكار حيث اختتم الجولة. وفي طرابلس تحدث جريصاتي وبرفقته الوزيرة فيوليت الصفدي. هيدي الحملة اليوم اللي امتدت من الجنوب للشمال، بنشكر وزير البيئة، نتمنى أنها ما تكون نهار واحد، نتمنى دايما نشوف الشباب بنشاطات من هيدا النوع. وفي يوم الصيدلي الوزير شبق يعلن العمل من أجل تخفيض سعر 1600 دواء.
في يوم الصيدلي احتفال عنوانه دور الصيدلي في ترشيد الفاتورة الدوائية برعاية وزير الصحة العامة جميل جبق في فندق فينيسيا وفي حضور عدد من النواب ونقابة الصيادلة وأطباء. وبالمناسبة أكد جبق إعطاء الأولوية لقطاع الدواء والنهوض بالواقع الطبي والصيدلي لجهة إعادة الهيكلة والتنظيم والضبط والتفتيش، معلنا أن هناك جهودا منذ 4 أشهر من أجل إعادة تسعير الأدوية وتخفيض جدي لسعر 1600 دواء. تخفيض الفاتورة الدوائية وهذا الهم الأساسي عندنا بوزارة الصحة هلأ والمواطن اللبناني ولقطاع الصيدلي، حيث تنصب الجهود منذ 4 أشهر على إعادة تسعير الأدوية في لبنان، سواء ما يتعلق بأدوية الوزارة يعني الأدوية المستعصية للأمراض المستعصية أو الدواء في الصيدليات. وقد تمكننا وبالنقاش مع مستوردي الدواء والشركات الاتفاق على تخفيض جدي لسعر 1600 دواء. وفي إطار إعادة ضبط وتنظيم استيراد المتممات الغذائية، أشار جبق إلى أنه تم إصدار التوجيهات لذلك، كما تم إصدار قرار بوقف مشروبات الطاقة وحصر بيع البروتينات والمتممات الغذائية للرياضيين بالصيدليات، وأعطى أهمية للتفتيش الصيدلي وإعادة الكشف على كل المستوصفات وزيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم صناعة الدواء المحلية. وأعلن جبق عن قرار استراتيجي بتأسيس المختبر المركزي لفحص الأدوية والماء والهواء والمتممات الغذائية، ودعا رئيس الاتحاد الدولي إلى مزيد من التعاون والتنسيق والدعم لما يعود من نفع على الجسم الصيدلي في لبنان من خلال الورش العملية وتبادل الخبرات في سبيل تطوير المهنة. قوى الأمن الداخلي تحتفل بعيد تأسيسها، والوزير الحسن تؤكد التطرف في القضاء على الإرهاب الأسود، واللواء عثمان يؤكد أن الإرهابي ليس إنسانا. شددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على أن الجريمة البشعة التي ضربت طرابلس هي من صنع فلول الإرهاب الذي نجح لبنان في مواجهته. الحسن وفي احتفال في ذكرى 58 بعد 100 لتأسيس قوى الأمن الداخلي أقيم في المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، قالت إن قوى الأمن الداخلي متطرفة في القضاء على الإرهاب الأسود. إن ذوي البزات الرمادية أثبتوا أن قوى الأمن الداخلي ليست رمادية في سهرها على أمن الوطن والمواطنين، بل هي متطرفة في القضاء على الإرهاب الأسود. إنها قوة ضاربة لحفظ الأمن، وهي صمام أمان تتعاون مع المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى لصون استقرار البلد وأمن ناسه، ولا تتنافس معها إلا على خدمة الوطن والتفاني في سبيله. ورغم الضائقة المالية التي يعانيها لبنان، أؤكد لكم أننا ماضون في الإصلاحات وعملية التطوير في قوى الأمن الداخلي، وأنا لن آلو جهدا لدعم تطبيق الاستراتيجية 2018-2022 التي وضعتموها. المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكد القيام بالتحقيقات في ملفات الفساد بكل شفافية. مهما حاول العابسون من خفض وهج إنجازاتكم وسعيهم الدائم إلى محاربة مؤسستكم على صعد مختلفة وبشكل ممنهج، سنبقى فخورين بما حققناه ونحققه على كافة المستويات من اكتشاف للجرائم ومنع حدوث أعمال إرهابية وتوقيف الضالعين فيها، وبأوقات قياسية ودقة واحترافية عالية. فنحن نقوم بتحقيقاتنا بكل شفافية وتحت إشراف القضاء المختص واستنادا إلى أدلة دامغة، والتاريخ سيحكم وسينصف من حافظ على البلد ومؤسسات الدولة، وسينبذ من كان همه قضم المؤسسات ومقدراتها لحساب مصالحه الضيقة والمشبوهة. ارفعوا رؤوسكم بأننا بدأنا بمحاسبة أنفسنا قبل الغير، وهذا يحسب لنا لا علينا، فمن بدأ بمحاسبة نفسه أولاً
لا يخشى أي حساب، ومن كرس نفسه لخدمة القانون وحماية الدولة والمواطنين لن يتزعزع إيمانه بنبل مسؤوليته جراء بعض الوشوشات السوداء. بعدها افتتح كل من الوزيرة الحسن واللواء عثمان المرحلة الأولى من حملة التبرع بالدم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني. وجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر تويتر تحية لقوى الأمن الداخلي مديرا وضباطا وأفرادا في الذكرى 158 لتأسيسها، وقال إنها مؤسسة حيوية في دولة المؤسسات تسهر على أمن المواطن وأمان المجتمع، تقدم التضحيات والشهداء من أجل لبنان واللبنانيين. زوار الرئيس عون ينقلون عنه ارتياحه للمسار الأمني مع التوضيح على تبسيط كما لا تهويل لما حصل في طرابلس. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون طمأن اللبنانيين والعرب إلى سلامة الأوضاع الأمنية في لبنان، مؤكدا أن ما حصل في طرابلس لا يقلقه لأن الأمن الاستباقي بلغ مستويات عالية في لبنان. ونقل زوار رئيس الجمهورية لجريدة الرقيب عنه قوله إن عملية الذئب عبد الرحمن مبسوط في طرابلس، حيث استهدف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لا تعني بالضرورة أن ثمة توجها لدى التنظيمات الإرهابية لتفعيل عملها على الساحة اللبنانية، ولا تعني أيضا أنه سيكون بمقدور هذه التنظيمات اختراق الساحة اللبنانية فيما لو قررت ذلك، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الأمن الوقائي في البلد بلغ مستويات مرتفعة، وبالتالي حادث طرابلس يجب ألا يشكل حالة هلع. الرئيس عون لا يميل إلى تبسيط هجوم طرابلس واختزاله بأن مبسوط يعاني من خلل عقلي، لأن الانتماء الأيديولوجي لمبسوط هو أمر يستحق التوقف عنده، ولكنه لا يميل أيضا إلى التضخيم والخروج باستنتاجات تثير حالا مفتعلة من الهلع، ولذلك هو ليس مع الأحكام المسبقة، ويحبذ التريث وانتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع شبكة من الموقوفين سبق لمبسوط أن تواصل معهم قبل تنفيذه العملية. أما الدائرة المحيطة بالرئيس فينقل عنها ترجيحها عدم خضوع مبسوط لتنظيم هرمي تلقى منه الأوامر بتنفيذ هجوم طرابلس، وتعلل الدائرة المحيطة ترجيحها هذا بعدم تلقي مبسوط لأي مساندة لدى محاصرة الجيش له، لا مباشرة ولا غير مباشرة، عبر تعمد خلق بلبلة أمنية في أكثر من بقعة في مدينة طرابلس، مع العلم أن الاشتباك معه استمر لساعة ونصف الساعة تقريبا. وفي الوقت نفسه لابد من التوقف عند التفاصيل اللوجستية التي تتمثل بكمية الذخائر التي استخدمها مبسوط من رصاص وقنابل يدوية وقنابل دخانية، والتي توحي بأن ثمة معاونين محليين من خلف الستارة. دعا النائب جون عبيد في بيان إلى إخراج طرابلس من دائرة التجاذبات السياسية التي تستخدم جرح المدينة وتضحيات الجيش وقوى الأمن الداخلي في المعارك الشخصية والحزبية، وأكد أن طرابلس تحتاج إلى تضامن واحتضان ورعاية، وأبناء المدينة ليسوا ذخائر في أسلحة ذئاب السياسة ولا لقمة سائغة على موائد اللئام. وقال هذه المدينة الصابرة الصامدة لم تعرف إلا التضحية والوفاء، لكن الظلم بات فاجرا والقهر أصبح موجعا والصرخة صارت مدوية. وختم جلجلة طرابلس صارت مكشوفة، فإما الفعل الطيب للفيحاء الطيبة أو اتركوها تتألم بصمت. لقد عشنا فيها طفولتنا وفتوتنا وشبابنا، إنها بحق مدينة الإيمان والحرمان وكلاهما كبيران. أهلا بكم من جديد. أول مرة منذ الاستقلال بلدة لطفيل اللبنانية في البقاع الشمالي والموجودة ضمن الأراضي السورية المتاخمة سيتم ربطها بالأراضي اللبنانية عبر طريق مباشر وقصير جغرافيا. المشاهد من بلدة الطفيل اللبنانية
هذه البلدة الحدودية تقع في محافظة بعلبك الهرمل، ومن مفارقات الجغرافيا أنه على رغم لبنانيتها لم تكن تملك طريقا تربطها بالأراضي اللبنانية، بل كانت الطريق إليها من داخل الأراضي السورية. اليوم خطوة متأخرة قامت بها الدولة اللبنانية باستحداث تلك الطريق الموعودة التي ربطت بين بلدتي الطفيل وحام اللبنانيتين. صار من أول ما تأسست الجمهورية اللبنانية محرومة بهلأ بهذا الطريق، يعني تقريبا بتنتعش، بصير ذا تواصل مع الداخل اللبناني. بالقبل كان التواصل مع الداخل السوري، ونحن ممنونين الدولة اللبنانية. هات السنين احنا معيشتنا وكلها من سوريا، ما حدا بيتعرف علينا من الدولة اللبنانية بنوب. يعني صار لهم هلا شي سنة تقريبا بلشوا يفتحوا لنا طريق، طريق هذا من هون من البلد على يوصل بحام، حام بلدة لبنانية. الطريق بطول 22 كيلومترا، ولكنها لا تكفي، البلدة بحاجة إلى منظومة إنمائية متكاملة. شكر الدولة اللبنانية على كل الجهود اللي بذلتها من أجل هذه البلدة وإنماء هذه البلدة. نحن مطالبنا بالنهاية ما بتوقف عن الطريق بيوصل طفيل بالأم لبنان. نحن مطالبنا صراحة أكثر من هيك، نحن بحاجة لمستوصف صحي بقرية طفيل. من طالب الدولة اللبنانية بفتح مركز للأمن العام اللبناني على الحدود لحتى يصير في تساوي بالمعاملة بين الدولتين. هلأ بهذا الوقت اللي وصلنا له بعد ما فتحوا لنا هي الطريق وصلنا بهاي الصورة، يعني متأمنين منهم إنه يسوونا مجاري بالبلد، يسوونا مستوصف صحي. يعني نحن هون وحيدنا إذا بدي يمرض بيروح على لبنان، ما في يروح على لبنان، إحنا عم نروح على سوريا. طريق الطفيل حام أنهت عقودا من العزلة، وللمرة الأولى منذ الاستقلال سيكون لأهالي البلدة درب جغرافي إلى وطنهم على أمل أن تستكمل الدروب الأخرى. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عدد قداس العنصرة في حريصة لفت إلى أن المطلوب من الجماعة السياسية احترام القانون والعدل وعدم تدخل بالإدارة والقضاء وشؤون الجيش، كما دعا إلى إقرار موازنة تساهم بخطة نهوض اقتصادي. ومطلوب من الجماعة السياسية عندنا البحث عن أفضل السبل لتأمين الخير العام بالتنافس في الخيارات بدلاً من التراشق الكلامي الجارح الذي يزكي الروح الطائفية والمذهبية ويوتر الأجواء ويعطل الثقة المتبادلة والتعاون. ومطلوب من الجماعة السياسية احترام القانون والعدل الذي هو أساس الملك وعدم التدخل في الإدارة والقضاء والمحاكم وشؤون الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية. ومطلوب من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بكل تقنياتها الكف عن الفلتان واستباحة المحرمات والمقدسات والخصوصيات الشخصية والكرامات وعن ابتزاز الأشخاص وتشويه صيتهم والضغط على القضاء ونشر تحقيقات ومحاضر سرية وانتهاك حرمة الموت والاستشهاد بإظهار صور جارحة. أعلن ناطق باسم الشرطة النيجيرية لرويترز أن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق في ولاية ريفرز الغنية بالنفط، وأوضح أن العاملين خطف يوم الجمعة من موقع في منطقة أندوني، مشيرا إلى أنه تم استدعاء البعض للاستجواب، ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول مساء اليوم. شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمة ألقاها في العشاء الختامي للمؤتمر السادس للطاقة الاغترابية على أن انتماءنا هو ما يجمعنا، وأحد أشكال انتمائنا هو الجنسية واللبنانية، وقال: البعض يتهمني بأنني عنصري،
وأنا أتفهم هؤلاء لأن الانتماء اللبناني لديهم ليس قويا كفاية ليشعروا بما نشعر به. أضاف: من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، أكانت سورية، فلسطينية، فرنسية، سعودية، إيرانية أو أمريكية، فاللبناني قبل الكل. مشروع الإشارات الضوئية في طرابلس حل أم يفاقم الازدحام؟ التحقيق لعبد الكريم فياض. هي مشاريع طرابلس التي تجر المدينة من حضن الإهمال إلى صدر التخلف، من محطة التكرير التي افتتحت قبل وصل المجارير إليها إلى مكب النفايات الذي يسرطن هواء المدينة ويسمم أهلها، إلى الأوتوستراد العربي الذي مضى على بدء العمل به أكثر من 15 سنة ولم ينتهي، واليوم مشروع كارثي جديد سوقته بلدية طرابلس كحل لأزمة السير في المدينة، فاستحال وبالا على أهلها. 3,400,000,000 ليرة لبنانية ستدفعها بلدية طرابلس كلفة مشروع الإشارات الضوئية في 11 قاطعا في المدينة، وما إن بدأ التنفيذ حتى علت صرخة المواطنين من زحمة مستحدثة جعلتهم يعانون الأمرين أثناء تنقلاتهم. هنا عند مستديرة النيني طريق عريض قاموا بتضييقه، وآخر شطروه إلى قسمين، وساحة استحدثوا بقربها ساحة أخرى، لتكون النتيجة زحمة السير في أماكن لم يكن فيها بالأصل زحمة سير. زادت يا أخي، زادت والله، زادت السير كله فيش معنا بهالبلاد. بدنا شيء مشروع للمدينة ينعش، ما مشروع يعمل عجقة زيادة. يا ريت نعملوه لأنه لبك العالم. مشروع السير بجنن، بدنا هليكوبتر بس. طلعت الصرخة وطلعت احتجاجات الناس انه أزمة السير زادت والعجقة زادت، كرمال هيك نعمل بنقابة المهندسين ندوة ونقاش طويل، انطرح علامة استفهام على التصميم الهندسي لهالتقاطع هيدا ولهالشارع، ونحط عدة علامات استفهام من ضمنها مثلا اليوتيرن، انطرح فيها كمان مشكلة تضييق الطريق، انطرح كمان مشكلة انه تحويل عدة مسارات لمسار واحد بس. التنفيذ عم بيكون سيء وعدم احترام القوانين. أزمة السير لازم تندرس ضمن رؤية شاملة، وهيدا اللي ما صار. إذا ما انفتحت الشرايين وما انعمل إزالات المخالفات على التعديات وعلى الأملاك العامة وما تطبق قانون السير بحذافيره وانشالت الانقاض، اشارات السير ما رح تجيب اي نتيجه، ولح يكون مشروع ما له اي معنى، وحنكون كبينا اكثر من 2 مليون دولار على الفاضي، ولح نعمل متابعه، ولحتى نتجنب انه نحصل على مشروع فاشل لا سمح الله، لانه تعودنا بالمدينه صار عندنا لائحه طويله بمشاريع كتير فاشله وغير مجديه وغير ناجحه. طرابلس الغارقه بالحرمان وقع نصف اعضاء مجلس بلديتها عريضه لطرح الثقة برئيسها أحمد قمر الدين بعد خيبة آمالهم من أدائه، فهل يتمكنون من تغييره أم للسياسة كلمة أخرى؟ عبد الكريم فياض، تلفزيون لبنان، طرابلس. أهلا بكم من جديد. لقاء للبحث في تلوث الليطاني بدعوة من وزارة الصناعة، أبو فاور أكد للمؤسسات الصناعية أن المهلة المعطاة لها نهائية ولن تنفع أي تدخلات سياسية، والوزير الجراح تحدث عما توصلت إليه اللجنة الوزارية. لقاء للتباحث مع الصناعيين والبلديات في معضلة تلوث نهر الليطاني بدعوة من وزير الصناعة وائل أبو فعور، الذي أكد أن المهلة المعطاة للمؤسسات الصناعية نهائية ولن تمدد. نحن منذ وصولنا كلقاء ديمقراطي كحزب تقدم اشتراكي إلى وزارة الصناعة أعلننا بأنه الهدف الأساسي الذي لا حياد عنه هو الوصول إلى صفر تلوث صناعي. مهلة عالج، لا هلق بنسكر وعالج على مهلك، بس تعالج نرجع نفتح، لأنه استنفذنا كل الإيجابيات الممكنة وحددنا مهل يجب أن نلتزم بها، وهذه المهل مهل نهائية ولا تمديد لها ولا تراجع عنها. وبتمنى ما حدا يراهن على أنه ممكن تصير وسطات سياسية أو يمكن يصير مداخلات محلية أو مداخلات حزبية أو مداخلات من أطراف سياسيين أو أطراف موجودين بالمنطقة. بدوره وزير الإعلام جمال الجراح لفت إلى أن اللجنة الوزارية التي شكلت لمعالجة تلوث الليطاني عقدت 3 اجتماعات وتوفر اعتماد بقيمة 1,100,000,000,000 ليرة لإزالة التلوث. تلوث من النفايات الصلبة اللي عم تنرمى بالليطاني واللي هيدي عم تتحلل
بوجود المي عم يمرق عليها، يعني لما منحط دولاب كاوتشوك بالنهر وبتمرق عليه المي، هذا الدولاب عم بيتحلل، البلاستيك عم بيتحلل، التلفزيونات ولا البرادات ولا الكمبيوترات اللي عم تنزت بالليطاني كنفايات، هيدي عم تمرق عليها المي وعم تتحلل وعم تتفاعل مع المي، وبالتالي عم تعطي ملوثات أيضا خطيرة وخطيرة جدا. اللقاء حضره عدد من نواب المنطقة وفعاليات، وكانت مداخلات نيابية شددت على التعاون لحماية المواطن والزراعة من خلال تنظيف مجرى نهر الليطاني. في فقرة كبار لبنان نستعيد اليوم مسيرة المناضلة الحقوقية والاجتماعية السيدة لورم غيزل. أما همنا اليوم فهو تطوير وضع النساء في عالم العمل، وهذا لم يأتي مصادفة أو عفويا، بل يندرج في خطة عامة رسمناها منذ نحو نصف قرن، تتلخص بتطوير النصوص القانونية اللبنانية إلغاء أو تعديلا أو استحداثا، والسعي لجعل هذه النصوص واقعا معاشا. هي التي ارتبط اسمها بحقوق المرأة وتحديث القوانين على مر السنين، وهي التي نجحت في تعديل العديد من القوانين اللبنانية التي تشمل بنودا فيها تمييز ضد المرأة. بدأت لورم غيزل مسيرتها من على مقاعد الدراسة في الجامعة اليسوعية، قبل أن تترجم أفكارها التحررية في حزب الكتائب اللبنانية، حيث ساهمت في إنشاء المصلحة النسائية إلى جانب العديد من النساء. شغلت مغيزل مناصب حقوقية، منها عضوة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعضوة مؤسسة في اللجنة الوطنية لتعديل القانون الجنائي اللبناني، وغيرها من الحركات والمناصب العربية والعالمية. خلال الحرب أطلقت لورم غيزل حركة اللاعنف، وأسست إلى جانب زوجها الوزير والنائب السابق جوزيف مغيزل الحزب الديمقراطي، وقادت خلال الحرب اللبنانية تظاهر من الشمال إلى الجنوب، داعية الميليشيات المتقاتلة إلى وقف العنف وقتالها، ودعت في صيف 78 وبعد انتهاء حرب 100 يوم إلى التبرع بالدم بين شطري العاصمة كعلاقة للوحدة بين أبناء الوطن الواحد. نحن آخر من يقبل بيوم للمرأة، ونحن أول من يتمنى أن يأتي يوم لن نعود فيه بحاجة إلى ذكر يوم للمرأة، خصوصا هاليوم على 364 يوم. تبقى لورم غيزل تلك المرأة المكللة بسحر وإرادة وكاريزما، طبعت كل مسيرتها الاجتماعية الحقوقية الحزبية والإنسانية. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.